تقرير يضع خارطة للمستقبل ويتوقع أن النزاعات الجارية الآن المسلحة في العالم ستتفاقم وتتزايد في السنوات القادمة، وسيتصاعد معها الاعتداء على حرية التعبير واستعمال قوانين قمعية لمكافحة الإرهاب. سنرى عالما قاتما غدا بتزايد أعداد النازحين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكفي الإشارة في هذا الصدد أن النازحين الآن 4 ملايين، وهو رقم لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية. سنرى عالما تتزايد فيه نفوذ الجماعات المسلحة الوحشية خارج حدود دوله الأصلية، حالة الدولة الإسلامية في العراق والشام، بوكو حرام والشباب الصومالي. على تأسيس الأمم المتحدة تحت راية السلام والأمن ووضع حد للفظائع التي شهدها العالم خلال الحرب العالمية الثانية، نشهد الآن التصاعد العنفي على نطاق واسع وفشل جريء في إيجاد حلول قابلة للتطبيق لمعظم متطلبات الإنسانية الملحة في الوقت الراهن. فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان عام 2014 عام المعاناة المروعة للبشر في هذه المنطقة، حيث أدى العنف المتصاعد إلى تدمير حياة الملايين على نطاق لم يسبق له مثيل. فمع احتدام النزاعات في العراق وسوريا وليبيا واليمن، ارتكبت أعداد لا حصر لها من جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي على أيدي القوات الحكومية والجماعات المسلحة، التي أظهرت استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، وشرد على إثره الملايين من في سوريا عفوا والعراق وليبيا. فنزح بعضهم إلى مناطق داخل البلاد، وفر البعض الآخر إلى الخارج من جرائم. وهو نفس الشيء الذي حصل في غزة، حيث وقفت وحدها مكشوفة أمام الجحيم الإسرائيلي دون أن يحرك العالم سبيلا. ومثير القلق على وجه الخصوص تزايد نفوذ الجماعات المسلحة من في ذلك الجماعة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أي داعش. فمن قطع الرؤوس في سوريا إلى موجة التطهير العرقي والاسترقاق الجنسي في العراق، ارتكب تنظيم داعش جرائم فظيعة صدمت وجدان العالم. وفي ليبيا ترتكب الجماعات المسلحة المتنافسة عمليات اختطاف وأعمال قتل دون محاكمة تبقى بمنع عن العقاب والمساعدة. هكذا ظل نشطاء حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون في شتى بلدان المنطقة يواجهون القمع والاعتقال وتعرض بعض هؤلاء المعتقلين للاختفاء القسري أو المحاكمات الجائرة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. كما استمر تفشي التمييز ضد الأقليات وضد النساء والعمال والأجانب. وانكشف تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي المناسب والفعال لأزمة حقوق الإنسان. وظهر ذلك بوضوح وجلاء في التعامل مع الأزمات والنزاعات في سوريا والعراق وغزة وإسرائيل وأوكرانيا، وذلك بسبب المصالح الذاتية والموائمات السياسية. وتتوقع منظمة العفو الدولية أن تزداد الأوضاع سوءا في المستقبل بتوسع النزاعات والأزمات الجارية الآن في الدول المجاورة.